سجلت أسعار الذهب بارتفاع تاريخي نيسان الماضي، وصلت الأونصة ل 2364 دولار. طب شو السبب؟ خلونا سوا نشوف. بعض المؤشرات الاقتصادية سببت قلق لدى المستثمرين، وبعد عن هيك خافوا أن المصرف المركزي الفدرالي ينزل قيمة الفايدة، قام معظم المستثمرين صاروا يلجأوا للذهب ضيح محرم. ليه؟ لأنه بس تنزل قيمة الفايدة مردود على السندات بقل، وهذا الشيء أكيد ما بيناسب المستثمر، وكمان قيمة العملة بتنزل. وأكيد ما فينا ننسى التأثير الدولي لارتفاع أسعار الذهب، حيث أنه الهند وتركيا كانوا عم يزيدوا احتياطهم وعم بيدعموه، بس الصين كان لها أكبر تأثير، حيث أنه خلال 17 شهر كانت عم تزيد الاحتياط تعولة، وبس بمارش زادت 160 ألف أونصة للاحتياط. مثل العادة الذهب عم بيكون الملاذ الآمن للمستثمرين، بس هل الذهب بعد رح يضرب طلوع؟ وهل المصرف المركزي الصيني إله غاية من هيدي الفكرة اللي عم يعملها؟ وشو تأثيرها على الاقتصاد العالمي؟